جي تهلا لي فيرا. تست تست لي زامي، السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في هذا الماتش ديال الدومي فينال اللي كيجمع ما بين غزل تستافوت ومصطفى التيجاني. يحيى لحظتك جلال، مرحبا اخويا. بريتيش ما عندك؟ لا بروميير كاس غادا تكون عند مصطفى التيجاني، واللي غيفتتح الماتش ديال لا دومي فينال كي كاسي كاس زوينة كيتمكن انه يطيح حمرة. شوفوا شنو غيختار مصطفى التيجاني، اللي غالبا غادي يختار الاحمر، ولكن كتبقى عنده مسالية صعيبة سيغتو كو لانواغ مسدودة وسط صفر، يعني هاد المسالية هادي كتعتبر من أصعب المساليات إلا تمكن منها. مي كنظن غالبا غيلعب أنكو تكتيك في نفس الوقت كيبقى لو سوا تستفوت غيحاول يلعب دوبلون بوس ما تمكنش منها، مي كيخلي لراسو فرصة يقدر يرجع لطابل. كنتمنى يكون الميكرو مزيان دابا خويا عثمان، وي كان مشكل رديت ليه البال. مصطفى كيغطي تستافوت مرة أخرى في لاطابل، كتبقى من طابل صراحة صعيبة. ميرسي بوكو خويا عثمان، الشارجور باش نشارجيو هداوه قبيلة معرفناش فين هو. تستفوت كي غطي you
هنا هذا الماتش مشى في لي شونج تاكتيك، حتى واحد ما باغي يدخل على المساليه. تسافو تنا غي سنوكي، ان سنوك صراحة صعيب يخرج منه مصطفى. دابا هنا المشكل في لاطابل هو المسالية صعيبة بزاف، سيغتو كو اللعابة بجوج عندهم مشاكل لا في الصفر ولا في الحمر، والمشكل الكبير هو لانواغ، يعني لانواغ ماشي امبوسابل بالنسبة لغزال تستافوت. هنا تستافوت كيهز البوسون بيدو، بصراحة هذا غلط من عند الحاكم، نورمالمون كنت انا اللي حاكم ليه وتستافوت هز البوسون كنت غنحيدو ليه ونعطيه التيجاني. إذا كان الاربيط في لاطابل فاللاعب ما عندوش الحق يقيس البوسون حتى يعطيه ليه الاربيط. نشوفو تستافوت كيفاش غيتعامل مع هاد لاطابل. صراحة هادي شوت اوت اللي كتبقى في واحد كتبقى بطولة استعراضية ماشي بطولة رسمية، يعني لعابة لباس ديالهم هما يلبسوا اللي بغاو، يعني ما كاينش شروط. والصيف الصاد يعني غالبا اللعابة كاملين اولا من الطبيعي اللاعب غيلبسوا اللباس ديال الصيف معذورين، يعني تشوف الصاد اللي كاين في هنايا في الرباط فراه ساعة على عافية. تسافوت كي غطي وفرصة عند مصطفى التيجاني، يعني دابا الكونفيغوراسيون ديال لاطابل عندو ستة ديال أولا خمسة ديال صفرات، تستافوت عندو لانواغ، يعني كيبقى التيجاني هو الفافوري في هاد الفريم هذا، سيغتو عندو باش يحيد لانواغ من تما إلا عطاه تستافوت فوت. هنا نشوفو لانتيليجونس ديال تستافوت شنو غيخرج، واش غيلعب باش يقيس لانوار اولا غيلعب باش يطيح الصفرة من تما ويصعب على التيجاني. تستافوت كيقيس سون فوت بارفي تستافوت. دابا الحدس على الفريم كيولي في صالح غزال تستافوت، يعني صعيب تيجاني يدي الفريم، صعيب حتى يسنوكي دابا. كي غاطي و غنشوفو واحد الزيرو ديال الغزال تستافوت، تخي بيان كو زوين صراحة من عند تستافوت، وكان عنده في واحد شوية ديال الزهر لانوار مشات لترو و ستات على ثلاثة صفرات ديال مصطفى التيجاني. بالنسبة للدومي فينال الاخر فغادي يكون عندنا جواد ثابت ضد امين ازلماط. بالنسبه للباركور ديال اللعبه بجوج، تستافوت تمكن يربح عماد الحسيني في بروميير تور بسكور ديال 6-4، في كارت فينال ربح محسن صابر بسات 3، ودابا لعب كونت مصطفى التيجاني اللي بدورو في بروميير تور ربح انس عبروق بسكور ديال 6-1، دي كتعتبر صراحه مفاجاه بالنسبه للسكور، ولكن شوت اوت ما كيكونش فيه مفاجات، و كاع اللعابة عندهم نفس الحظوظ سيغتو بحكم ضيق الوقت
وستريس ديال الوقت، فكاملين كيكونوا تحت الضغط، واي واحد يقدر يربح اي واحد. وبالنسبه للماتش الثاني ديال تيجاني فربح كذلك يوسف رحال بنفس سكور اللي هو 6-1. يعني مصطفى تيجاني صراحه لاعب مزيان، ولعب كونتر دو جوغ اللي عندهم كاليبر في البيار المغربي. انا صعب رقم ممثل المنتخب الوطني في بطولة العالم الاخرى اللي تقامت في اكادير، ويوسف رحال اللي معروف بالمستوى ديالو. شوفوا لاكاس عند غزل تستفوت، واش غيتمكن يامبوشي في لاكاس، واش غيتمكن ياخذ البرومي بوان ديالو في هذا الماتش. شوفوا صراحة لحد الساعة مازال ما شفنا حتى شي جولدن بريك. صراحة هاد الماتش ما تقدرش عارف شكون اللي غيربح فيه، سيغتو اللعابة تبارك الله كيلعبو مزيان، ولعابة النيفو ديالهم متقارب. يعني اللي لعب مزيان واللي ما درش اغلط بزاف فهو اللي غيربح. كيبقى التسافوت ربح عماد الحسيني، واحد من لي فافوري في التورنوا. مصطفى التيجاني تا هو ربح جوج ديال اللعابه صراحه اللي قاصحين وبسكور ديال 6-1، يعني برونوستيك غيكون صعيب. مي لحد الساعه الا كان تستافوت هو اللي دا هاد الفريم، هو اللي غيدي هاد الفريم هذا وغيتقدم 2-0، فغالبا تستافوت هو اللي غيربح هاد الماتش. حيت لوجيكمو ولا لوجيك ديال شوت اوت، ومنين بدا التورنوا اليوم فاللي كيتقدم في السكور بدو بوان ديكار مينيموم فهو اللي كيربح، صف الا كانت شي مفاجاه. دابا شوفوا تستفوت كيفاش غيتعامل مع هاد الحمراء، وكيفاش غادا تكون لا غوبلاص لا نوار. صراحة كاين الريسك ديالي ينتحر هنا عندو الزهر تستفوت. صراحة ما انتحر، ما طيح الحمراء كيف ما لعبها، وكان قريب يطيح البوسون. تخيبيا تستفوت سكور كيولي 2-0، ولا كاس عند مصطفى التيجاني. كنشوفو روح رياضية من عند تستفوت اللي كيعتذر لمصطفى التيجاني من بعد هاد الكو. صراحة كذبة كبيرة. مور هاد الماتش عندنا أمين أزلماط ضد جاوة تابيت. تستفوت في طيور الجنة خسر في الدومي فينال كونتر محسن صابير، وانتقم منه او خدا لا غوفونس ديالو في شوت اوت. وهنا دابا تستفوت واش غيحل العقدة ديال الدومي فينال وغيدوز الفينال اليوم. مصطفى تيجاني في لاكاس هنا
هنا تيجاني كيكاسي ولكن للاسف كيطيح البوشون في لاكاس فرصه عند غزل تستافوت باش ياخذ 3 بوين. غزل كي كونفيرمي الحمر يعني مسالية ما صعيباش في الحمر، مسالية سهلة ما فيها حتى شي مشاكل، كتبقى غير لا غوبلاص لا نوار هي اللي خصو يحسب ليها غزل. شوفوا كيفاش غيتعامل، نورمالمون دابا خصو يحيد وحدة من هادوك اللي وسط الطبلة، فوالا داكشي اللي غيدير. امون افي كون خرج لهاديك اللي وسط الطبلة تا هي اللي قريبة للبوشون، يعني تقدر تشكل ليه مشكل من بعد. تخبية تستافوت غادي مزيان، دابا خصو اولا لا بلاص ديال هاد فريم هي اللي غادا تكون دابا. ما عرفتش واش الحمراء دايزه اوفو اللي قريب لينا ادغوت. وعليكم السلام خويا عبد الرحيم بن دورو، وي دايزه الوغ دابا تستافوت غيلعب كوسيك، ما غيحاولش يرجع بزاف، لا تستافوت كيرجع الفوق تري بيان. تستافوت كيتغو بلاصة لا نوار ميليو غياخد 3 بوان ديالو. تري بيان تستافوت كيخرج مسالية زوينة، يعني لعب كل كو بكو عطا لكل كو حقو. تستافوت اللي كان ديجا شارك في جوج ديال النسخ او ثلاثة ديال النسخ ديال الشوت اوت اللي تنظمو في المغرب، كانوا جوج تنظمو في بريتيش، وحدة داها سمير سيح والثانية داها جواد ثابت، الثالثة تنظمات في نادي التيميت بول وكان داها عام الرياض. تستافوت شارك في ثلاثة ديال النسخ، هذه هي الرابعة، الأول مرة كنظن غيدوز للدومي فينال، ودابا فرصة باش يدير أول فينال. باغ كونطخ تيجاني كنلعب غير في ديال الالتيميت لما خانتنيش الذاكرة. الحمد لله اخويا بندور الله يبارك فيك، كي داير كلشي مزيان. ويا كاينة باقية عندنا دومي فينال اللي غيجمع ما بين أزلماط وزاوة تابيت، وغيكون لا فينال ان شاء الله اللي غيكون فيه الفانكور ديال هاد الماتش مع الفانكور ديال لوتر ماتش. اليوم ما كاين السلاوي، السلاوي مسافر كيلعب غير لي كاليف اللي كيخسر فيهم، اما هذا راه غيلعب باش يربح. تستافوت في لاكاس صراحه. شوف دابا هنايا 12 دقيقه 3 ديال لي فريم، والفريم الاول خدا الوقت بزاف، كان فيه بزاف ديال لي شونج تاكتيك، يعني حصيله مزيانه كتبقى نسبه ديال 4 دقائق في الفريم. صراحه البيار المغربي في تطور، يعني كاع اللاعب ولاو كيلعبوا مزيان، كاع اللاعب ولاو كيساليو دغيا. وعليكم السلام خويا نضال،
هنا تستفوت في لي زون كات زون في المتناول صراحة. كاينه الصفرة الوحيدة اللي حدا الحمراء وسط الطبلة هي اللي خصها ديجاجمون صغير ولا خصو يقيس فيها. الفكرة ديال تستفوت يضرب لانوار ويحل هذيك الصفرة ما كيتوفقش، ولكن كيبقى عنده الزهر صراحة. كنشوف التيزاني كيضحك. التيزاني صراحة بهاد الصهدر غيجي ينعس سيغسو، بقى جالس بزاف. صراحة هي كتوافقو. تسافو ترى مولف بهاد الأجواء، أرى من شهر ربعة وفي مراكش نرى تصاد ما كيدي ما كيجيب منه. تسافوت ولا نوار كيتمكن منها بارفي، والسكور كيولي 4-0. يعني لحد الساعة تسافوت كيحط القدم الأولى ديالو في فينال. أربعة لزيرو في 15 دقيقة بالنسبة ديال تقريبا 4 دقائق في كل فريم أو 3 دقائق ونص. يعني بالنسبة لأي واحد كيعيب بلي لعاب المغاربة كيتعطلوا، فكاين بعض المرات كاينين دي كل اللي كتاخد فيهم الوقت بزاف، اللي كيستاهلوا أنك تعطل وتفكر فيهم. باغ كونطخ بعض المرات كيكونوا لاعبين بلا وقت كتحس باللاعب كيتعطلوا مي اولا كتشوف الماتش راه دوز بزاف ديال الوقت. داك الماتش يقدر يكون دوز بزاف ديال الوقت غير في التصاويب ديال الكواري ولا في البداية ولا في بوز. كيتعطلوا صراحة، الناس راه ما كيشربوش داكشي سخون، كيشربوا البرد. يعني مع الصاد وعدنان واتاي تسعى العافية. وباز دغيا يلعب معاك اخويا. تيجاني فلاكاس كيكاسي وما كيطيح. ما كيطيح والو. وتيجاني كيمشي يجلس مرة أخرى. تسافوت كيزقل فرصة عن تيزاني بس ياخد برومي بوان سيغتو، ما كاين حتى شي مشكل في الطبلة. شوفو تيزاني 5 ديال لي غوج، غيكون عنده مشكل تيزاني ديال لاغو بلاص الحمراء اللي كاينة وسط الطبلة اللي ما بين الصفر و الانوار. كنظن هي الكره اللي خصو يفكر فيها دابا التيجاني، ما تغو بلاصه حتى شي حاجه. يعني عنده هاد الحمراء هادي اللي وسط الطبله دايزه طايحه ادغوات، ولكن
ما غيعرف سلبوسون فين غيمشي. انا تيجاني كي غاطي وغنشوفو تستفوت مره اخرى في لاطابو. عرفت صراحة كاينة واحد الالترا كبيرة غاش نمشي لمراكش، الترا دي اس. قريب تسافوت انه يدير دوبلون بوس، مي في نفس الوقت كيبقى عند تسافوت لافونتاج حيت سد الترو ديال اولا الترو اللي على اليسر سد على تيجاني لانوار. اوكاو تيجاني بغى يدخل على مساليه فغتبقى عنده صعيبه، صف الى تيجاني لعب هذيك الحمراء اللي على اليسر الفوق هبط لعب هذه الحمراء اللي كاينه هنا ويخلي اونغل زوين الحمراء اللي الفوق اللي يقدر يطيحها، وفي نفس الوقت يتغو بلاصه لانوار اوفو ادغوات. واش تيجاني غياخد لو ريسك؟ صراحة فيها الخدمة ولكن كتبقى الفكرة الوحيدة عند تيجاني. فوالا هنا تيجاني كيطيح مي مالوغوزمون ما كيتغو بلاصاش، كتبقى دابا بوسيبل انه يخرج بدو بوند لانوار اوفو ادغوات خصو يطلع يضرب الفوق، كان خصو يزيد شوية في الجهد صراحة. كون زاد في الجهد فار البوسون ما كانش غيدير هاد التراجي اللي دار دابا، كان غيخرج مزيان. مالوغوزمون كيت سنوكا، اوغوزمون بوغ تستافوت لي مرتاح وفي سيتياسيون مزيانة. اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا كان قريب تيجاني يضرب لينا احسنكو هاد النهار. للاسف صراحه بحال هاد ليكو ما كيتعاودوش قلال فين كيتعاودو، يعني كنبغيوهم يزدقو واخا ما كانتش ملعوبه مي كانت لعبه زوينه. غدا فرهد تيجاني كي غاطي و تستافوت في سيتياسيون زوينة باش ياخد سانكيام بوان ديالو. كي غاطي تستافوت يعني هنا غالبا البيار غيكافئ تيجاني على داك الباندا كيتمكن منها. سكور كيولي 4-1. صراحة تستافوت طالق الجواد ديالو، مارت كل اللي كان قال لنا تستافوت غير قادي الزهر قبل الفينال.
بقى ساعلة لطفاز. الرضا لا بلا طوب. وي خويا فين غادي كل يوم؟ تفاد صافي صافي عطينا قرار. بلا ما نقول لك فين غيمشي. شوف انا قلت لك تيزاني فليزون كي غاطي مصطفى تيزاني. ومرة أخرى تسافوت في الطابل. بقى 19 دقيقة و 19 ثانية. دابا الكوكي ولي فيه 15 سكوند. لا خويا طفاش بريسا. تسافوت كو برا. تيزاني لا بلاص ديال الصفرة عندو هاد الصفرة دابا خصو يخرج ليها ميليو. كنظن بلي طايحة باندا اوفو. ما كنظنش كاينة الحمرا سادة عليها. او لا لا كانت دايزة وطايحة. وعينيكم تا هما ساعلين. تصافو تانا كي طيح البوسون. صراحة تيجاني راه عندو بالماريس كبير في البيار. كيلعب قاع تورنوات شحال هادي. السكور كيولي 4-2. كنا قراب نشوفو 5-0. السكور دابا كيولي 4-2. وياه دابا غيبدا الصهد. الكليمة راه شعلات. وتيزاني كيدير لنا حركات. تيجاني كي كاسي ما كيطيح والو في لاكاس. فرصه مره اخرى عند غزال تستفوت باش ياخذ 5 بوان اللي استعصات عليه بصراحه.
بزاف المرات عنده فرصه مي كيزقل. صراحه جاو زوين في لي كومونتير، يعني كلشي داوي مع كلشي، كلشي كيتناقص في كلشي. في اطار البيار بيان سيغ، تحيه لكاع الناس اللي كيتفرجوا واللي باقيين فايقين. تسافوت كيت سنوك على لا روز غيماسي كيقيس صفرا وفرصة عند تيجاني مرة أخرى باش ياخد تخوازيام بوان ديالو لي في المتناول صراحة. يعني تيجاني الحاجة اللي خصو يدير دابا، ما تيجاني غيلعب كو ديفونسيف، كان غيلعب الصفرة ويطيح الحمراء حتى هي. هنا كي عنده فكرة أخرى اللي طبقها وتمكن منها. يا سلام كاشفو تسيبو ترى بزاف هاد الزهر تيجاني هنايا كيلو ما قدرتش يصبر صراحة. الماتش هذا اسطوري من انت السبت كيقول لي باندا ملعوبة تسافوش غير وصل الفينال دي شارجي بصراحة تسافوس كيقول لها ربط ملك ولا ماشي ملك سكور كيولي 5-2 تسافوت في لاكاس
هنا تيزاني كياخد 3 بوان ديالو سكور كيولي 5-3. صراحه اخويا رشيد ما عرفتش الياس اللي كتهضر عليه صراحه. شكون هاد الياس اخويا اللي مضر؟ نجبدوه دابا. فينال غيكون اليوم هذا الدومي فينال الاول، الدومي فينال الثاني غيكون مور هذا، غيجمع ما بين امين ازلمات و جواد ثابت. الياس اخويا هو دابا غادي يلعب من مور هذا الماتش، ماتش زوين ضد امين ازلمات. ان شاء الله اخويا عبد الرحيم من دورو. تيجاني هنا كيكاسي كيطيح حمرة في لاكاس، بقى 13 دقيقة صراحة، باقي الوقت الى بغى تيجاني يعاد النتيجة، ولكن للأسف كيغطي وفرصة عند غزل تستفوت. لكن هانتي راني الا شفتي في الطبله غادي تلقاي القاطي كحليم، راه دوك القاطي ما كيخليوش ان الكوار يتزايرو، شي علاش لاربيتر كيشد الوقت بزاف باش يزاير الكواري. معذور سيرتو تبارك الله عليه من تقريبا من 3 وهو حاكم راه بحكم العيا نهضروا على اي حاجه. صراحه راه كاينه واحد الجينيراسيون اللي كاينه دابا كتفرج في البيار، ما كنعممش ولكن الاغلبيه ما عارفينش بزاف ديال السميات اللي غابرين صراحه على الساحه الوطنيه، اللي كيكون عندهم نيفو زوين او لا عندهم نيفو زوين ولكن ما كيلعبوش بزاف، مي مع الوقت الى تعمقوا في البيار ماروكان فرا غالبا غيعرفوا كل واحد بسميتو، غيعرفوا كل واحد بالنيفو ديالو، كل واحد بالماريز ديالو، وكل واحد بالتاريخ ديالو في البيار. نو تيجاني كيطيح دوبلون بوس او لا كيطيح بولا بول، عندو لا زون دابا. كيغطي او فرصة عند تسافوت مرة اخرى، واش غيستغلها؟ ولا تسافوت كان قريب يصدم مرة أخرى. تيجاني صراحة أنا راه أنا جاني نعس راه قبيل وبغيت نشرب قهوة ولكن طفا بريسا. ومن 3 وأنا كندوي سحس.
تيجاني كياخد 4 بوان ديالو صراحة هاد الماتش ما غتعرف شكون اللي غيربح بصراحة. سيرتو لاكاس دابا عند مصطفى تيجاني تيت بوز ورجع معكم. تسافوت فلاكاس صراحة هنا زكريا موغي كيقولنا شكون توب 3 في المغرب ولا في التاريخ ديال البي ار في المغرب. انا خويا زكريا راه كل واحد عنده توب 3 ديالو، كل واحد شنو كيفضل ولا اللعابة اللي كيفضلو. وفي المغرب كاينين بزاف ديال اللعابة اللي كبار تبارك الله بالماريس كبير ديالهم، يعني صعيب انك تفضل واحد على واحد. ما كيبقى كل واحد عنده توب 3 ديالو وسميات كتير. بلاتي 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 اطلق صافي اطلق لي الوقت. هنا تيزاني كي كونفيرمي صفر نتمنى دابا الصوت يكون مقاد ما يبقاش فيه مشكل، بقاش زنون اخويا بندورو. تيجاني فرصة باش ياخد 5 بوان ويعادل النتيجة، بقى 8 دقائق يعني ما غاديش نشوفو 6 ريد. تيجاني كيتسنوك على الانوار غيسير عليها. كي طيحها بارفي تيجاني اوكي رد اولا كيجاوب تسافوت على الانوار اللي طيح قبيلة لابيل. ونشوفو شكون اللي غيتمكن يربح هاد الماتش.
عند مصطفى التيجاني. صراحه حنا كنقولوا على سكينه لابيل، ولكن راه لابيل كاين مولاه في الصال حاضر. تيجاني فلاكاس كي كاسي كاس زوينة، كيتمكن يطيح جوج صفرات وحمرة. غالبا تيجاني غيختار الحمر، غيلعب الحمرة اللي الوسط دابا، غيحل بين المشكل ديال لانوار الحمرة اللي حداها. تخي بيا تيجاني، يعني مسالية كتبان هنايا، كانت فرصة عند تستفوت صراحة باش يكون متقدم بخمسة لزيرو، ومن بعد جاتو فرصة عاوتاني واحدة أخرى باش يتقدم بخمسة لواحد، ولكن في نفس الوقت هو كيغاطي، ومصطفى التيجاني كياخد الثقة ديالو. رجع في الماتش وعندو فرصة دابا باش يربح. صراحة واحد الوقيته قلت لكم بلي تستفوت حط رجل الأولى في الفينال، مي كيرجعها و تيجاني دابا عندو فرصة. جوج ديال لي بيغوز حمرا و لانواغ، تخي بيا تيجاني لانواغ ديال لا فينال وديال الريمونتادا اللي ما كانت سهلة بالمرة، كيتمكن منها. تخي بيان مصطفى، بيرفورمانس واعرة تبارك الله. صراحة تيجاني كيستاهل يربح هاد الماتش. فيليسيتاسيون مصطفى وهارد لك، غزال تستفوت لي تاهو قدم أداء تبارك الله كبير. اخوان نشوفكم دون كيلكو مينوت في لا دوزيام ولا الدوزيام دمي فينال ما بين جواد تابيت و امين ازلمات. ابيانتو We'll be right back.
دونك لي زامي رجعنا لكم في دومي فينال بين جواد ثابت وامين ازلمات. معكم مهدي في كومنتير. لاكاس الاولى عند جواد ثابت. جواد ثابت اللي كيدير فوت في لاكاس ديالو الاولى. اوكي طيب بول ان هاند فروم بولك امين ازلمات. امين كيختار انه يلعب لي غوج. نشوفوا امين ازلمات واش غيقدر انه يفيرمي هاد لا طابل ديالو وياخذ البوان الاول في الدفي. كيختار انه يلعب بولا بول كيتمكن منها. دونك امين كيطيح لا ديغني غوج ديالو كيتغو بلاصه لا نوار غيلعبها او فون ديريكت. امين ازلمات كياخد بوان الاولى ديالو في الماتش وكيولي السكور 1-0 ديال أمين ازلمات.
كنشكروا الستاف ديال بريتيش كلوب اللي مازال سهرانين معنا. دونك لاكاس ديال الفريم الثانية عند أمينة ظلمات. امين كيطيح في لاكاس اون جون. نشوف واش غيلعب لي جون نيت ولا غيختار انه يلعب لي غوج. الظلمات كيختار انه يلعب لي غوج. غيختار يلعب لا روج ميليو اللي حدا لا نواغ جو بونس. شوفوا يوسف هذا الماط واش غيقدر يفيرمي هاد لا طابل ديالو. مساليه صراحه اللي ما كتبانش سهله. دونك غيلعب لا روج اللي على اليسار الفوق وفون باش غيت خيتي بلاصة لا روج اللي من ميليو. خصو يلعب ريترو باش يبقى الحمراء الاخرى كيفورسي لونغل ما تيتمكنش من الحمراء ديالو وكيخلي اون طابل ديفيسيل لجواد ثابت. عندو دونك جواد كيختار انه يلعب كو ديفونسيف و ميم طون يحل المشكل اللي عنده في لا طابل ديال لي دو جون. كيخليها كو شوفالي امين ظلمات. جو بونس با واش كيخلي شي حاجه لجواد لي امبوشابل. نشوفو ان كو ديفونسيف عاوتاني من عند جواد اولا غيدخل على التسديره اللي لتحت. دونك جواد لعب التسديره و ما خلاتها شي حمره ديال امين ازلمات اللي هي امبوشابل. شوفوا هذا الماتش شنو غيدير في هذا الكو. هذا دونك يحيى غيتشيكي واش كاينه اون فوت ولا لا في هذا الكو الاخر.
صراحة ما كانت كتبان واش ينفوت ولا لا. تحتامي لعب لوكو شوية بالجهد، دونك كيخصو سلو موشن باش تقدر تشوف واش ينفوت ولا لا. الجواد ما بقاوش عنده مشاكل بزاف في لاطابل، جواد تافيز ما كيتمكنش من هاد لوكو هذا. شو تابيت ما كيتمكنش من هاد الباندا هادي. غاز الماط هيلعب فيها ليمن باش يخرج الحمرة الأخرى، مي ما كيتمكنش منها. برافو جواد، طيح صراحة باندا اللي ما سهلاش خصوصا من داك لونكل. جواد كينتحر، جواد كينتحر، كيضرب كل زوين مي كينتحر. سكور كيولي 2-0 ديال أمين نازل الماتش وجاود تابيت. التام ديال الماتش 29 دقيقة و40 ثانية.
دونك رجعوا للديفي ديالنا. جاو التابيت عندو لي غوج. جاو دا نشوفو كيفاش غيتغو بلاصة لي غوج ديالو. خويا عثمان بخيسك بخيسك. لا مازال مازال ينصراني معكم ان شاء الله حتى الفينال. شوف تابيت واش غيتمكن من هاد لاغوج هادي. بابو جواد دونك غيلعب لا ديغنييغ غوج ديالو او فون. دونك جواد كيطلب الاكستنشن باش ما يتسرعش في لوكو ديالو ويبقى له الوقت. برافو جواد. جواد كيلعب كل زوين كيتخو بلاصه لانوار ديالو ميليو. وكنشوفو جوج لواحد ديال جواد ثابت. دونك سكور جوج لواحد أمين أزلمات جوج تابيت واحد. غيتلعب دابا الفريم الرابع. تايم ديال دي في هو 27 دقيقة و11 ثانية. واش الصوت ناقص ولا مجهد؟ سامارش سامارش شويه اتمان. دونك دابا الصوت مزيان. شكرا خويا عثمان اللي مرافقنا من البدايه ديال هاد ليفينمون هذا وان شاء الله غيبقى معنا حتى الفينال. ناجي انس انا هو اخي انا هو اللي حكمت لك في سنوكر في شامبيون افريك اللي دازت في كازا. هو انا تحية لسي انس ناجي. سكني و فوتوغراف ديالنا هو هذا سكنيو.
دونك نشوفو الجواد شنو يقدر انه يطيح هاد الباندا هادي. جواد كيدير لافوت كيعطي بولين هاند امين ازلمات جواد كيعاود يدير لافوت وكيعطي الازلمات بولين هاند. نشوفو ان ازلمات يقدر يسالي هاد لاطابل هادي. أمين الظلمات دخل على المسارية نشوفو غيلعب لاجون اوفو اغوش من بعد لاجون ميليو ادغوات وغيبقى لا ديرنيير جون او فون اللي من التحت. ازلمات كي غاتي كو فاسيل شيء انما كي خلي الجواد اون بونت كوريكسيون مع لا جون. برافو جواد كي تمكن منها. دونك سكور كيولي جوج لجوج بين امين ازلمات وجواد ثابت. تايم ديال هو 20 دقيقة و55 ثانية. دونك جواد ما كيتوفقش في هاد لاكاس هادي. ازلمات كيكونفيرمي لي جون
دونك كتسالي 20 دقيقه الاولى من الدفي، كندخلوا في 20 دقيقه الاخرى كيولي التايم كان سيكوند، يعني غنشوفوا الريتم غيطلع عاوتاني في هاد لي فريم الجايين. دونك أزلماط كيدير فوت، كيعطي الجواد الثابت بولين هاند، جواد كيبان ليا انه بوسيبل انه يفيرمي هاد لاطابل هادي. جواد غيلعب لاغوج او فون اليسر، دونك جواد غيطيح لاغوج ديالو او فون اغوش غيطو بلاصة الميليو ابخي او فون باش تبقالو لانواغ ميليو. ما كايناش الغيوسيت عند جواد، كيلصق ليه بوشون على لا ديرني روج ديالو. وكيدير فوت أزلماط كيتو بلاصة لا ديغنييغ جون ديالو، نشوفو واش غيتمكن من هاد لانواغ ديال تخوا دو، كيتمكن منها وكيولي سكور 3-2 ديال أمين أزلماط. تايم ديال الدفي هو 16 دقيقة 59 ثانية. كاز المات هنا كيطلب اكستنسيون باش انه ياخد الوقت ديالو في هاد الكو، هذا في هاد الوقيتة ايكو كيكون كو لي ديسيزيف. عادي لا فاتيك، راه حاجة اللي عادية على العلم ان ليفينمون بدا مع 3 العشية ودابا 4:25 ديال الصباح، يعني كتر من 13 ساعة
نشوفوا هذا المات كيفاش غيخرج لهاد لانوار ديالو. برافو امين. دونك سكور كيولي 4-2 ديال امين هذا المات. جواد حتى هو كيطلب اكستنشن في الكل الاول ديالو باش انه يقرا لا طابل. امين بيان سور غيتلعب الفينال اليوم ان شاء الله. دوبل امبوش زوينه من عند جواد. كيتمكنش من هاد لوكو هذا وكيعطي لا مال الظلمات اللي غنشوفو شنو غيدير دابا. برافو جواد كيطيح الصفرة ديالو ميليو. جواد مكيناش لا غيوسيت كيشوكي في لاجون مكتبقاش دايزة. جواد غيلعبها نشوفو امين كيفاش غيتغو بلاصة لهاد لانواغ ديالو. نشوفو واش غيلعبها ديريكتو فو اصل ما كيطلب اكستنشن. الظلمات كيحاول انه يلعبها دوبلون بوش ما كيخلي. دونك سكور كيولي 5-2.
ديال لامين هذا الماتش. دونك نقولوا فيليستاسيون لامين هذا الماتش اللي كيدوز معنا للفينال، وهارد لاك الجواد ثابت. خليكم معنا ما تمشيو فين، غيتلعب الفينال دابا، خليكم معنا.